بناء على احكام الدستور وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 جوان 2024 يسدى من طرف السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي إلى السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي سعيد شنقريحة منذ مقتل أحمد قايد صالح الفريق الراحل أحمد قايد صالح وتولى هو مباشرة قيادة الأرك أو رئاسة الأركان وهو يطلع في روح كاللواء قضى حياته طويلة في جنرال باش طلع الماجور يعتبر أسوأ جنرال في حياته في تجربة العسكر سنين طويلة هو في كل رتبة يبقى سنين طويلة جاء في ظرف قياسي من لواء حط روحه فريق من فريق أول والآن الدوي سامشي يعني أربع مرات يعني والدوي الأوسيماوي كل حتى المرة هذه كرم نفسه جي مناسبة لازم يدير حاجة أعطاه وسام الشجاعة وسام الشجاعة هذا يا ناس خلينا نقرأ لكم قصته وش هي وسام الشجاعة هو وسام عسكري جزائري أنشئ في 21 يوليو 2015 يمنح هذا الوسام للعسكريين بالجيش الوطني الشعبي شروط المنح يتم منح هذا الوسام لكل عسكري اعتمادا على عدة شروط تميز في القتال تميز في القتال بعمل باهر هل قاتل يوما سعيد شنقريحة شنقريحة كان يطلق عليه أكرمكم الله عذرا على هذا اللفظ البوال أتدرون وش معناها البوال يعني مش معناها أنه يكرمكم الله يبول على روحه لا أنه خواف كان في جهة الأخضرية والله وكان يقول له أخرج بلاصة يبكي خواف أي عمره ما شارك في عملية ولا شيء حرق الغابات يعطي أوامر فقط أظهر خصالا في إنجاز عمل شجاع وش من عمل شجاع داله سعيد شنقريحة والله العظيم لو كان عندنا دولة حقيقية سعيد شنقريحة في الحبس وأصلا كان راح يروح للحبس لولا مقتل القايد صالح مثلا في قتال العدو أثناء الحرب أو في ظروف مماثلة الحرب ما كانش إلا أننا عايشين في ظروف مماثلة الحرب هو روى حياته العسكرية في الكازرنات يتعامل معها على أساس حرب أثناء قيامه وأدائه بخدمة مأمور أثناء قيامه بعمل فيه نكران للذات خدمة لصالح العام لا حول ولا قوة أو لإنقاذ حياة شخص أو عدة أشخاص لم ينقذ بل ورط أشخاص وش من نكران للذات واحد في غضون عهدة تبون في العهدة تاع تبون الأولى وصل من اللواء إلى فريق أول وزيد وسام وراه مازال المرة القادمة ولا اللي بعدها راح يدي وسام الصدر هاو تذكروا الكلام هذا مني وسام الصدر إذا ما داش في أول نظام راح يدي في 5 جويلية أو في تنصيب أو في تنصيب تبون في حفل تنصيب تبون لا أستبعد أنه يعطي وسام الصدر لوش يسموه هذا سعيد شنقريحة لأنه عقدة القايد صالح ما زالت عنده أي عمل مماثل يعترف به بمقرر من وزير أي يعترف به بمقرر من وزير الدفاع استثناء يمكن أن ينفع هذا الاستثناء قالوا هذا الوسام بعد وفاة العسكري الذي استحق هذا الوسام المانح يمنح وسام للشجاع الجيش الوطني بمرسوم الرئيس الجمهورية بناء على اقتراح من وزير الدفاع خلاص رئيس الجمهورية تبون ووزير الدفاع تبون تبون اقترح على تبون وتبون أعطى شنقريحة وهذه كرة شنقريحة اللي دارها شنقريحة هو اللي اعطى نفسه وسام الشجاعة تبون على بلوش اصلا راه ينفذ ما يؤمر به مثل وسام الصدر نزيد نعطيكم حاجه وسام الصدر اللي داه القايد صالح هو اللي اعطاه نفسه لا تبون ولا بطيخ المهم شوف مثلا قائمه المتحصلين عليه في عهد بوتفليقه احمد القايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي كان في رتبه فريق ادى وسام الشجاعة وذكر راه وداه سعيد شنقريحة مستحيل يخلي روحه بدون وسام الصدر بن علي قائد الناحيه العسكريه الخامسه رتبه فريق ها هو
بن علي بن علي هو ضركه وفريق أول، شعلان حمزة عسكري بالقوات الخاصة رتبة رائد، محمد مدين توفيق فريق، وبعد الخامس بن عدة إبراهيم عسكري بالقوات البرية بالناحية العسكرية. السادسة استشهد خلال استهداف مفرز الجيش الوطني الشعبي بتاريخ 9 فبراير 2020 حيث منع دخول المركبة بالقوة لكي الانتحار فجر نفسه، وأعلن تنظيم داعش تبنيه لهجوم على القاعدة العسكرية الحدودية. في 14 أفريل 2020 اللي منحه السعيد شنقريحة، سعيد شنقريحة يمنح هذا ويسمع يعطيه رئيس الجمهورية. المهم يعني سعيد شنقريحة المسألة ليش أنه سعيد شنقريحة شجاع؟ وش دار سعيد شنقريحة حتى ينال وسام الشجاع؟ الجزائر في حرب؟ ما كانش، كان والو. وسام الشجاع عطاه نفسه، ما قلت لك مازال له وسام الصدر راح يأخذه المرة القادمة. ولا أستبعد وأجدد في حفل تنصيب تبون بعد الانتخابات ممكن جدا راح يعطي وسام الصدر إلى سعيد شنقريحة. وهذه هي الإشكالية اللي رانا عايشين فيها للأسف الشديد في بلد عايشة خيبات وخيبات للأسف الشديد. يعني السؤال سعيد شنقريحة واش دار حتى يدي وسام الشجاع؟ في عهده طرد العسكر، سجن العسكر، وكاين ظلم. أنا ما نحكي على اللي يستحقون السجن، الظلم الذي سلط على كثير من العسكر ما تقدرش تتصور، جنرالات في السجون وما إلى ذلك من هذه الأمور. هي وش الشجاعة؟ وش من شجاعة؟ وش من شجاعة؟ فقط المسألة أنه ما زالوا له زوج حوايج، ما زالوا فريق أولها وفريق أول، القايد صرح فريق. الأمر الآخر وسام الشجاعة أداه القايد صرح حتى هو أداه وسام الشجاعة، ما زالوا صدر وما زالوا منصب كبير تاع نائب وزير الدفاع أو أنه وزير رتبة وزير مكلف بشؤون الدفاع لدى رئيس الجمهورية، هذه راهو عنده مدة يعمل عليها وما زالوا ما نفذوهاش، ربما ينفذوها في العهدة الثانية لتبع. ما زالت له كذا سعيد شنقريحة كل مناسبة لازم يدير حاجة الروح، لأنه عند معقد. سعيد شنقريحة أكبر جنرال عاش العقد كلها في حق الآخرين، شوفوه في حفل التخرج فقط كيف ينظر إلى الضباط الآخرين، يعني حقار يا ناس يا ناس. كنت شوفوا وش ظلم هذا سعيد شنقريحة، الناس فيه ما يمد له الجبين. لذلك إخواني الكرام السعيد شنقريحة راهو نال وسام الشجاعة فقط، لازم فيه ضباط يطلعوا. أمر آخر، ما كان حتى واحد دا فريق، الآن كاين لواء بعد الفريق الأول معه علي بن علي، علي بن علي رئيس قائد سلاح الحرس الجمهوري، ما عنده لا يحك لا يسك، فقط عبارة عن ديكور دمية يجيبوها يحطوها من هنا ومن هنا فقط. الآن غير هو فريق ما يحبش حتى يجي، كيفاش مش اللي يمنع؟ كاين جنرالات قائد القوات البرية عثمانية يستحق يكون فريق، وكاين غيره، كاين جنرالات يستحقون يكون فريق، لكن سعيد شنقريحة ما يقبلش كلمة فريق لشخص ثاني. هذه المرة الثانية ما كانش، ولا الثالثة ما كانش فريق، كيفاش فريق أول لواء؟ علاش ما يكونش في الجيش الوطني الشعبي في فريق؟ ما كانش، ما رقوا حتى لواء إلى فريق. وهذا بقرار على حسب مصادري أنه هناك من اقترح على السعيد شنقريحة لازم نطلعوا بعض الجنرالات رتبة فريق، لهم أبدا ولا واحد يكون فريق، يبقى هو فريق أول، وإذا سمحت له الظروف وممكن جد الغدوة يسمي روحه ماريشال ويدير رتبة غير مسبوقة في تاريخ الجيش الوطني الشعبي. هذا لا يستبعد مع سعيد شنقريحة الشجاع الذي يخاف من ذنب. يعني نقولها لكم الناس اللي عرفوه، وأنا نعرف كثير خدموا معاه، والله العظيم لم يعرف الواحد الجيش الوطني الشعبي رئيس أركان جبان، وأعف لساني عن ذكر الباقي، وستعرفون اليوم اللي راح يجي ويغادره، راح يغادر سعيد شنقريحة بالموت ولا بالحياة، هو راه ما يغادرش بالحياة إلا إذا مات، وسترون الشهادات التي ستأتي لاحقا، وممن الآن اللي صفقوا له وحطوه فوق رؤوسهم، سترون وتسمعون العجب العجاب عن جبنه وخبثه ومكره وكرهه للآخرين وما فعله في الجيش الوطني الشعبي، يفرض محاسبته وقضايا الفساد وفساد أسرته وولاده وعائلته فيها ما يندله الجبين. هذا مش كلام، كلام اللي راح يطبلونه الآن، يطبلونه الآن، وكان عنده ملف مفتوح عند القايد صالح وكان سيحاكم، وكان يرسل
ارسل حتى زوجته الى عائله القيد صالح وابعث الجنرالات وكل الجنرالات اللي جرالهم وباش يتوسطوا له عند القيد صالح انتقم منهم لاحقا بين مسجون ومتقاعد ومطارد ومات وما الى ذلك من هذه الامور. اوسمت البلاد تعطى من دون سبب يذكر. المهم اشباع رغبه النرجسيه اللي كاينه في انفس هؤلاء، بدل أن تكون الأمور مبنية على قاعدة قانونية أصبحنا في بلد تشبه الكانون، والقادم صدقون سترون فيه العجب العجاب مع أشبه العباد. واذكر كذا جيد.